مرحبا بك، عايشك، ميرسي واسي، شكرا مرحبا للمستمعين الكل. لقبولك دعوتنا اليوم. ويتيك هو واحد من الكونسورسيوم فيمينا اللي تخلقوا في تام لو بروغرام بيما. ويتيك شنو بالضبط؟ ويتيك هو كونسورسيوم ويمن انتربرونور ان اي تي سي، هو مجمع يجمع لي زونتربريز جيري بار دي فام ويخدموا في مجال التكنولوجيا. هذا هو ويتيك بصفه. دونك و لو بوان كومان بيناتكم سي كو الكلكم تصدروا ولا الكلكم كان عندكم لا فولونتي باش تصدروا؟ خاطر اسكو فوالا سي 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 سا لو بوت سي دو دالي فيغ ليكسبور دالي فيغ ليكسبور والا كلنا كنا بريمو exportateurs, les exportatrices des entreprises internes. Ça m'a choqué, il n'a jamais exporté. Donc, ça m'a, il y avait les deux en fait. Lyon, pratiquement, c'est un fait. Z, le chiffre d'affaires à l'export, au niveau global, ta chère Kate. دونك هذا هو. مي على باس سيتي دي زونتربريز سوا عمرها ما صدرت على افريقيا. ما ننساش احنا هنا الفوكس نتاع بيما هي لي مارشي دو لافريك سوبساريان. دونك ثم شكون صدر على لوروب باغ اكزومبل، مي لافريك سوبساريان ثم شكون عنده كانت اون بروميير اكسيون ولا حاجه اكسيون صغيره اكسبور صغير. الفكره في ويتي كنا خدمنا ان نعملوا استراتيجي فوكست على المارشي هذايا طيلة العام اللي خدينا فيه سوبفونسيون من عند البيما بور نوز ابويي في لي زاكتيفيتي هذو. وا اليوم شو اللي عملتوه؟ شو اللي تحقق؟ معناها الدول اللي مشيتوا لهم، فماش دول جديده؟ خاطر قلت فما شكون كانوا يصدروا، فماش دول دخلتوا لهم في تار بيما جوستومون اسواق معناتها جديده؟ فوالا شو اللي تحقق؟ احنا في العام اللي تعدى مشينا بلوزيور ايفينمون، انا بارتيسيبي ا دي سالون، معناتها مشينا مع السيبيكس لمصر في البافيون التونيزيان، مشينا اوسي اون ميسيون دو بروسبكسيون للكوت ديفوار، عملنا اون اكسيون اوسي في كينيا مع سيبيكس كينيا وتنزانيا، اوسي اون افيزي دي ايفينمون افريكان اما في دي بيي كيما مثلا مراكش جايتكس افريكا. دونك هذوما لي زاكتيفيتي و لي بيي كون ا سيبلي توت او لون دو سيت اني. دونك كوت ديفوار كينيا اوني انتيريسي زادا بالسنغال و دونك افريقيا جنوب الصحراء بصفه عامه. مي هذوما العام اللي تعدى الفوكس كان على البلدان هذوما. وكيفاش تشوفوا المستقبل؟ شنو هما لي فيتور اكسيون؟ على شنو تخدموا؟ شنو تطوروا؟ خاطر سا ايفولي معناتها كيما oui. كنا نحكيو كونسورسيوم معناتها اليوم شنو هو المراحل القادمه بالنسبه لكم؟ خاطر سورتو اليوم كي يوفى بيما كيفاش زالي بيرينيزي معناتها بروجي لا دورابيليتي نتاعو؟ هذا هو، احنا توا في مرحله انه قاعدين ان نعملوا بروفيسيوناليزاسيون نتاع الكونسورسيوم تاعنا، معناتها نحطوا في دي بروسيس، نخموا في المستقبل معناتها او دولا دو سيت اني كيفاش نقدموا بصفه افيكاس، كيفاش نعملوا خطه للمستقبل استراتيجيكمون شنو هما لي زاكس بريوريتير اللي باش نخدموا عليهم. عندنا اوسي ان شاء الله ان نوتر ابوي بوتيتر اترافير ان اوتر بروغرام دو لا جي زد. Mais au-delà de cet appui financier, on a Zeda Machine avec nos propres moyens pour continuer à déployer des efforts sur les marchés. Donc, on sait que l'export n'est pas une question de mission, on va revenir. Il faut entretenir les relations, il faut vraiment continuer à investir sur les marchés que l'on a fait au début. Surtout et aussi pourquoi pas aborder d'autres marchés. Mais c'est très important, Benesbelina, de continuer à travailler. Bien sûr, c'est vrai, mal paiement en Chine, l'Afrique subsaharienne, les marchés de l'Afrique subsaharienne. Ahna, بطبيعتنا زادا l'export n'a jamais يشمل زادا l'Europe. C'est vrai, dans le cadre du projet paiement, qu'on a محددين في المارشي هذايا. Mais بصفة عامة, l'objectif interne, هو l'export. Donc voilà, c'est là.
Voilà. اليوم لو كونسورسيوم الى معناتها ديكسبورتاسيون ذكر معناتها مؤسسات مسؤولين عليها دونك دي سي في مجال التكنولوجيا بالاساس دونك في تربيما دونك تصدروا بعد شويه باش يتم تقديم دايور اكسبريس ايفنت اون بارتاجي لو لين تنجموا تتابعوا توت لا سيريموني تاع كلوتور بيما اون ديريكت شوفوا الارقام معناتها الكل بارابور او بروغرام سي ان كونسورسيوم كي ا ايفولوي كي ايفولوي مازال مواصل وهو واحد من كات كونسورسيوم دونك اليوم فيمينات نحاولوا البعض منهم زاد من الاخر حلقتكم اليوم نكتشفهم شو رسالتك للنساء بتاتر مسؤولين على مؤسسات في مجال التكنولوجيا دي مانيير جينيرال اي من منطلق الكونسورسيوم تاعكم بصفه عامه الحقيقه اللي انسومبل فيغ ليكسبور بالنسبه للنساء ولا اللي عندهم شركات بصفه عامه في التيك ولا مش في التيك مهم ياسر معناتها لقيت انا هنا نحكي على الاكسبيريونس نتاعي le fait d'aller ensemble et de partager ma bravna, de discuter, de c'est ça un plus benespelina. Ça permet de d'être plus motivé pour le faire, de d'échanger tout le temps. Donc ena benespelia enchaja les entreprises. اللي جيري بار دي فام ولي فام انهم يخرجوا خاطر ثم فرق بين انك تخمم وحدك تحط استراتيجي نتاعك كشركه كاوبيراتور ايكونوميك وبين انك اون بارتاج سا بو نو دونك نو ايدي ا ايفيتي كلكو زيرور ا اوسي دونك افوار اكسيدي ا دي مارشي اكبر في 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 افريقيا ولا غيره دونك هذا مهم ياسر d'après le, l'expérience en terre ou même moi comme présidente en terre politique les entreprises gérées par des femmes fait le métier d'éthique ahna fi marhla jaya bach n'amlo appel à candidature inchallah pour intégrer de nouvelles entreprises donc si on a des entreprises je saisis l'occasion donc pour inviter ces entreprises là à qui n'aiment l'appel à candidature de participer et de joindre notre consortium voilà هذا هو يتصلوا بك ويقاكم بالسيه كيف يلقاكم يلقاونا عندنا سيت ويب قاعد c'est vrai on est en train de le refaire actuellement il est en refonte mais احنا باش نعملوا appel à candidature donc on va diffuser sur les réseaux ou يتصلوا بينا مرحبا بكم دايور كي تخرجوا قولوا لنا توا نعاودوكم خاطر فوالا سي تري امبورتون انو سو تيب دو كونسورسيوم يتطوروا معناتها وهذا الكل معناتها تصديركم هو منفعه للبلاد لانه عائدات بالعمله صعبه سيرتو سي سا ديفلوب سا كري دي امبلوا اتسيتيرا هذا هو نكون كنا ساك فيرتو دونك بالحق كوم زالي لونسي مرحبا بكم قولوا لنا ميرسي بوكو اون فرا باسي لو مو دونك فوالا سي بيانتو 2025 بلوتو 25 اوكي بلوتو 25 شكرا لك يعطيك الصحة مدام هويدا غربي رئيسة ويتيك دونك سو كونسورسيوم فيمينا دونك وي دبليو او سي ويتيك نحن ولكن ايضا سي ومن اونتربرونور دونك اون لوكورونس ان دون لا تكنولوجي فوالا شكرا ليك سي هذا كات كونسورسيوم اللي تخلقوا في اطار بيما نمشي ونرجعوا لستوديواتنا المركزيه فاصل مع اخبار 8:30 مع الرياضه ثم راجعين هوني للسيبكس دار المصادره مثلا مواصلين عديد الضيوف معنا في اطار سيت سيريموني دو كلوتور دو بروغرام بيما نحكيوا على الصادرات والصادرات بالخصوص على افريقيا راجعين